بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظر. الليلة ليلة القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. شباب صغير، أخوات النساء، اليوم استمعا عزاء، ليلة عزاء، جزاكم الله خير، سكتون أطفالهم. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظر. يا درة يا درة قد غادرت أصدافها فعلت، حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر. قد غال مفرقه الأزدي بمرهفه، يا فخر ولكن بخد منهم يا عفري. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، يا
فما بكى قمر إلا على يا قمري يا ساعد الله قلب الصبط ينظره يا فردا ولم يبلغ العشرين في العيون يا مري مرملا مرملا مذ رأته رملة صرخت والله يا مهجتي يا سروري يا ضيا بصري بناي في لوعة خلفت والدة يا ترعى نجوم السماء بالليل بي يا السهري بناي تقضي على شاط الفرات ضمن يا والماء أشرب صفوا بلا يا كدري وحيد وعز عندي من العدي بالعدي أم والله وحيد وعز عندي من العدي بأنا ردتك ذخر لي أمشي بي والله شيبي أنا ما ظنيت بيك شح نصيب يا بي والله ولا مال يا ابن أنا ردتك ما رد الدنيا والله ولا مال تحضرني لو وقع حملي والله ولو ما يال يا جاسم خابت ظنوني والله ولا مال يا ابني لعند الضيج ليش قطعت بي يا لعند الضيج ليش قطعت يا تبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقبول المجلس وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. كثير من الغربيين يشكلون على الإسلام ويقولون أن الإسلام دين يمنع الحرية ويقف عائقا أمام حرية الفرد وحرية الإنسان. الإسلام يضطهد الحرية الفكرية فهو يعاقب المرتد بالقتل. الإسلام يمنع
كتب الضلال. هذا من جانب، جانب الفكري. الجانب السلوكي، الإسلام يمنع ويفرض على الإنسان الحجاب أو على المرأة الحجاب، يحد من حريتها، يفرض على المجتمع علاقة خاصة بين الرجل والمرأة، لا يفتح المجال أمام حرية أو الحرية الإباحية. الإسلام يقيد الإنسان، يقيده فكريا كما أنه يقيده سلوكيا. نحن نحاول هذه الليلة أن نجيب على جزء من هذا الكلام، الجانب الفكري، ونترك البحث عن الجانب السلوكي ومسألة الحجاب بالذات إلى ليلة غد إن شاء الله، وذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. بداية، القرآن الكريم يتحدث عن عدم الإكراه. الدين مو شيء إكراهي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. القرآن الكريم يقول أنا ما عندي إكراه. هذا الإكراه فسر بمعنيين. المعنى الأول، بعض العلماء قالوا الإكراه بالآية بمعنى الإكراه التكويني. شنو يعني الإكراه التكويني؟ يعني أن الله عز وجل خلق الإنسان بطريقة، بشكل لا يمكن، يستحيل أن تفرض عليه عقيدة أو تفرض عليه شيء قلبي. تكوينة الإنسان هي العقيدة. شنو؟ فنجي أولا نحلل. العقيدة عبارة عن فكرة يعقد عليها الإنسان قلبه. إذا عقدت قلبك على فكرة معينة يسموها عقيدة. إذن الفكرة وين تكون؟ في القلب. الدين هو عبارة عن سلوك وعبارة عن فكرة، عقيدة مع سلوك، هذا هو الدين. لا إكراه في الدين يعني لا إكراه في العقيدة وفي السلوك. العقيدة شلون ما يمكن أن نجبر عليها أحد؟ لأنها قضية قلبية. أنت ما يمكن أن تفرض على أحد أن يحب شيئا أو أن يبغض شيئا في قلبه. أنت ما عندك سلطان على القلب. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف لما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف لما أحبني. أنت تريد تجبر الآخرين؟ أمير المؤمنين يقول أنا ما أقدر أفرض محبتي على الآخرين في قلبهم. القلب خارج عن إرادة الإنسان، أنت ما تقدر تفرض عليه. تقدر تفرض وتجبر الآخرين على سلوك، ولكن ما تقدر أن تفرض على الآخرين محبة شيء أو بغض شيء. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول لا إكراه في الدين، يعني الدين غير قابل على أن يفرض أو على أن يفرض في قلوب الناس، وإنما الدين يجب أن يأتي بالإقناع وبالاعتقاد. هذه فكرة. إذن الدين هو عبارة عن عقيدة وعبارة عن سلوك. أنا أقول لواحد متدين، شنو يعني متدين؟ يعني يحمل العقيدة في قلبه ويحمل السلوك، مو فقط العقيدة، ها سلوكي لازم يكون منسجم مع الإسلام حتى يسموني متدين. والتدين ليس فقط عبادات وإنما معاملات. لا تنظروا إلى صلاة الرجل وعبادته وطنطنته بالليل وانظروه في أداء الأمانة أو صدق الحديث وأداء الأمانة. إذن أيها الأعزاء، أخواني جزاكم الله خير، بحث متسلسل، كل واحد يلزم طفلة، بارك الله بكم، وأخواتي النساء أيضا شوية يسمعون، بحث مهم له مساس مباشر بحياتنا اليومية. كثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع
تطرح من قبل الغربيين. احنا اليوم نريد نستفيد وكذلك عبرة وعبرة. بارك الله بكم، صلوا على محمد وآل محمد. إذن الإسلام هو عبارة عن عقيدة نعقد عليها القلب. هذه العقيدة ما يمكن أن تفرض بالإجبار. فالقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول تكوينة الإنسان ما يمكن أن تكره عليه الدين، لا إكراه في الدين، ما ممكن تفرض عقيدة على واحد. هذا رأي. أكو رأي آخر إجا قال لا، ترى لا إكراه في الدين معناها الإكراه التشريعي. شنو يعني الإكراه التشريعي؟ يعني كأن القرآن يقول أيها المسلمون أنا ترى أمنع أحرم عليكم، أشرع قانون يحرم عليكم أن تفرضوا الدين بالقوة على الآخرين. أنت مو مسؤوليتك أن من خلال السيف، من خلال العنف، من خلال القوة تفرض عقيدتك على الآخرين. العقيدة ما تفرض بالقوة. ولهذا تلاحظ الإسلام يقف موقف واضح وصريح أمام هذه الأعمال الإجرامية التي تحدث اليوم. يفجر نفسه في الشارع، يفجر نفسه في السوق، يريد للمجتمع كافة أن يؤمن بما يؤمن به من فكرة. أنت مو من حقك أن تفرض هذه الفكرة على الآخرين بالقتل وبالإكراه. لا يحق لأحد أن يكره الآخرين على الدين. هسه أكو مقولة تقول أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذه مقولة احنا مو في صدد نقاشها، ولكن هذه كلمة باطلة. الإسلام ما انتشر بالسيف. أكو بعض الفتوحات الإسلامية، احنا ما ندافع عن كل تاريخ المسلمين، هناك بعض الفتوحات وقعت في التاريخ كانت في رعاية أهل البيت، تحت ظل حكومتهم، في رعايتهم. الإمام أمير المؤمنين أرسل أبناءه في بعض الفتوحات، هذه نقبلها. لكن أكو فتوحات كانت لميل شخصي وسلطوي للحكام آنذاك، هذا ما يمثل الإسلام، هذا فعل فردي. الإسلام لم ينتشر بالسيف. أكو من روج للإرهاب في التاريخ، هذا موجود، لكن هذا لا يمت إلى الإسلام بصلة، هذه أفراد أعمال فردية. وإلا الأعمال الإرهابية اليوم لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولكن هذه أعمال مأخوذة من هذولاك السابقين. ترى التاريخ إذا ترجع تشوف أكو ناس دافعوا عن الإرهاب. يوم من الأيام بعد أن بويع الخليفة الأول جابوا خالد بن الوليد وانطوا قوات عسكرية وقالوا له ريدك تفتر على القبائل المجاورة وتأخذ البيعة من المسلمين. وإجا خالد بن الوليد، وهذه حادثة يذكروها كل المؤرخين، تعج بها كتب المسلمين. مولانا يقول إجا خالد بن الوليد إلى قبيلة مالك بن نويرة، هذا رجل شيخ عشيرة محترم، قال له أنت لازم تبايع الخليفة الأول وتنطي الزكاة والأموال للخليفة الأول. ومالك بن نويرة قال لهم إحنا قبل 100 يوم، 100 يوم ترى بين الغدير وبين السقيفة 100 يوم، قالهم احنا قبل 100 يوم وقفنا وسألنا رسول الله، قال ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، واحنا بايعنا علي ابن أبي طالب. شنو القضية اليوم تريد أنطي الزكاة إلى فلان؟ وهذه بالأمس القريب. خالد ابن الوليد قوم وشيل سلاحك وأقتل مالك ابن نويرة، واعتدي على عائلته زوجته، واعتدى على قبيلته، وسفك الدماء ورجع إلى الخليفة الأول، سوى ضجة عند المسلمين. أكو من أدان هذا العمل؟ للتاريخ ننقله. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أدان، قال إن مالك أو إن خالد قتل رجلا من المسلمين والله لأرمينه بأحجاره. قال هذا اعتدى على مسلم، اعتدى على عرض مسلم.
ولكن وجد في التاريخ من برر لهذا الفعل. إيش قال الخليفة الأول؟ قال: إن خالد سيفا من سيوف الله ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه. برر، هذا هو التبرير، وحقك هو هذا التبرير، هو الذي يجر الويلات على مجتمعاتنا اليوم. إذن الإسلام لا إكراه في الدين، مر بمعنى الإكراه القلبي، وهذا قلنا الإكراه التكويني هذا مو معقول، مستحيل أن تفرض الدين على قلوب الناس. ثانيا الإكراه بمعنى يحرم أن تفرض الدين بالقوة، هذا ثانيا. إذن الإسلام يخالف ويعارض ولا يتفق مع من يقول بأن الإسلام مع العنف أو مع نشر الدين بالقوة. هنا يجي السؤال، يقول: إذا الإسلام ما كان دين إكراه أو دين إجبار، لماذا إذن لما يكون أكفد إنسان مسلم اقتنع بأفكاره أن يبطل على الإسلام، يصير ملحد، يترك الدين، وهذا من خلال أفكاره توصل إلى خلاف الدين، ما يريد يعتقد بالله عز وجل، لماذا يعاقبه الإسلام؟ زين أنت تقول الإسلام ما يكره الآخرين، أنت كتب الضلال، الكتب، الأفكار ما ترضى تدخلها في مجتمع الإسلامي أو في المجتمع الإسلامي، أنت تمنع هذه الكتب. إذن شلون تقول الإسلام دين ليس بدين إكراه، وأنت في نفس الوقت اللي بطل على هذا الدين تقتله وما تخلي كتب معينة تدخل إلى المجتمع الإسلامي؟ هذا خلاف كلامكم. التفتوا أعزائي، هذا مطلب مهم، التفتوا إلى الجواب. نحن أولا نقول أن الدين الإسلامي حقيقة فرقه عن الفكر الوجودي أو الليبرالي أو اللي تعبر عنه ما شئت، أن هذا الفكر ينطي حرية مطلقة للأفراد ويعتني بحرية الفرد، بينما الإسلام يهتم بالأسرة ويهتم بالأمن الاجتماعي. التفت إلى هذا المصطلح، راح نحتاجه اليوم وفي محاضرة غد. الإسلام يهتم بالأمن الاجتماعي، وبالتالي الإسلام لديه خطوط حمراء، إذا واحد ضرب هذه الخطوط الحمراء الإسلام يقف موقف الضد، وإلا شنو معنات الحرية؟ يعني والله أنا حر أن أعتدي على حرية الآخرين، هذا معنى الحرية؟ والله أنا حر أريد أصفط سيارتي بهذا الباركينج أمام الباب، لا أخلي واحد يطب ولا أخلي واحد يطلع، ليش؟ يقول أنا حر. مكان مغلق ممنوع التدخين، الأخ يشرب جيجارة، ليش؟ يقول أنا حر، هذه حريتي الشخصية. هذه الحرية إذا اعتدينا من خلالها على حرية الآخرين، على حرية المجتمع، كثير من الدول اليوم، كثير من الأيديولوجيات، كثير من القوانين وضعت للحد من هذه الحرية. صحيح احنا عندنا حرية، ولكن حتى في هذه المجتمعات اللي هي تدعي أنها تملك الحرية، هي تقف أمام حرية الفرد إذا اعتدى على حرية المجتمع. يعني أنت يوم الاثنين بالليل أو الثلاثاء، بالله اشعل الراديو أو المسجل وخلي قصيدة حسينية بصوت عالي، شوف بعد نص ساعة الشرطة يجوك لو ما يجوك، ليش؟ يقول لك أنت اعتديت على حرية الجيران. أنا حر أريد أسمع تسجيل مسجل، يقول لك أنت حر في إطار حياتك الخاصة، مو حر إذا تعديت على حرية الآخرين. الاعتداء على حرية الآخرين هذا ليس حرية. إذن القوانين الوضعية اليوم أيضا تفرض على الإنسان في مقام الحرية، تفرض عليه شروط، تقول له أنت مو من حقك تتعدى على هذه الشروط. كذلك الإسلام،
الإسلام كذلك يقول الإنسان ما ينبغي عليه أن يعتدي بحريته على حرية المجتمع. الإنسان إذا يحمل مرض مو من حق أن ينشر هذا المرض في المجتمع. أكو واحد عنده وباء فرد مرض خطير، تشوف المجتمع اليوم يحجر عليه، الأطباء يحبسوه بغرفة يقولوا له أنت مو من حقك أن تنقل هذا المرض إلى المجتمع، هذا مرض جسدي. الإسلام يقول أنا المرض الأخلاقي هم أريد ينتشر. أكو إنسان عنده مرض أخلاقي، الإسلام يقول أنت المفروض أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا المرض الأخلاقي ما لازم ينتشر في المجتمع. إذن الإسلام يهتم بالأمن الاجتماعي، يعتبر أن الأمن الاجتماعي خطا أحمرا، فلا تعتدي بحريتك على حرية المجتمع. هذا هو معنى الحرية. وإلا أن يكون الإنسان حر مطلقا يفعل ما يشاء ويقوم بما يحلو له ويعتدي على حرية الآخرين، هذه ما تسمى حرية، هذه تسمى اعتداء على حرية الآخرين. صحيح؟ إذن من هنا نلاحظ أن المجتمعات الغربية اليوم وإن ادعت أنها تفتح مجال الحرية، لكن أنا أسألكم اليوم، إذا إجا فد واحد شخص وقام يتحدث عن أهمية مثلا الجهاد بمعنى أن نفجر أنفسنا، طبعا الجهاد بالإسلام هو حقيقة دفاعية وليست حقيقة هجومية، هذا إلى بحث مستقل، لكن اليوم يشكل هذا الجهاد عائق، فتكلمة مخيفة لأنها أسيء استخدامها من قبل بعض من يدعي الإسلام. وإلا إذا ترجع إلى القرآن الجهاد حقيقة دفاعية، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، إذا واحد اعتدى عليك من حقك أن تقاتله، أذن للذين يقاتلون في سبيل الله أنهم ظلموا أو بأنهم ظلموا، إذا وقع عليك ظلم من حقك أن تدافع. الجهاد هو دفاع عن النفس، ولا يعني الجهاد الاعتداء على الآمنين، ولا يعني الجهاد الاعتداء على المسالمين. هسه المهم أرجع إلى شاهدي، إذا أجاك واحد اليوم وقال أنا أريد أدعو المجتمع الغربي إلى أن يفجر نفسه، إلى أن يهدد يفجر هذول الكفار في كل مكان، المجتمعات الغربية اليوم تعتبر هذا خط أحمر. ما يمكن أن واحد يجي يتحدث بما يشاء وما يحلو له. ليش؟ لأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. هو عند الأمن القومي ما انشيت عريض خط أحمر، لا يمكن لأحد أن يتجاوز الأمن القومي. إذا واحد تجاوز يشيلوه ينفوه في جزيرة، هاي الجزيرة حتى ما موقع على معاهدة حقوق الإنسان، فيقفون أمام هذا التهديد. أنا حر، والله أنا حر وأجي أحكي هنا براحتي، أي دولة من دول العالم تسمح لك أن تعتدي على أمنها القومي؟ ماكو دولة. إذن حتى هذه الدول اللي تدعي الحرية المطلقة، لما يتجاوز الإنسان بحريته على خطوطها الحمراء تقف منه موقفا مناهضا. الإسلام كذلك، الإسلام عنده خطين أحمرين. التفتوا أعزائي، الإسلام عنده أولا الاعتداء على ذات الله، الإسلام يعتبر خط أحمر. الإسلام يعتمد في تكوينته في حقيقته على الارتباط بالله عز وجل. إذا إجا فد واحد بالمجتمع الإسلامي مر بقلبه ما يعتقد بالله براحته، اليوم أنا بقلبي أعتقد بالتفجير براحتي صحيح، لكن إذا أجي أشيع بالمجتمع وأحرك المجتمع أخلي المجتمع يتحرك بنحو يسعى إلى التفجير وإلى التفخيخ وإلى الإرهاب وإلى تهديد الأمن القومي، يصير جريمة. الإسلام يقول لك هذا الإنسان اللي ما يعتقد بالله حساب بيته هو قاعد وحده بينه وبين الله لا يعتقد. أما إذا إجا بالمجتمع وشكل تهديدا للأمن الاجتماعي
وبدأ يبث سمومه. أنا أعتبر أن هذا خط أحمر، لا يمكن له أن يهدد هذا الأمن الاجتماعي، لأني أعتبر أن الارتباط بالله والعقيدة بالله هي تشكل الأمان الاجتماعي. مجتمع اليوم مبني على الاعتقاد بالله، مجتمع إسلامي، أنت تجي في وسط هذا المجتمع تريد تهدد هذا المجتمع، تهدد أمنه، فالإسلام يقف موقف الضد ممن يتحدث بهذه الأحاديث. هذا معناته أن الإسلام يقف ويعاقب المرتد على ارتداده بهذا المعنى، وهذا مقبول عند كل القوميات وعند كل الأديان وفي كل الدول. إذا هدد الإنسان الأمن يعاقب. الإسلام يقول لك إذا أنت هددت الأمن مالتي أنا معاقبك. بنفس الكلام كتب الضلال، إذا واحد يجي اليوم، وهي موجودة اليوم اليونسكو طلبت رسميا وكذلك الأمم المتحدة أن هاي مواقع الإنترنت اللي تحرض الشباب على التفجير وعلى القتل وعلى سفك الدماء وعلى هذه المواقع اللي تهدد الأمن القومي، اليوم أكو مطالبات رسمية بإيقافها. تشوف موقع الفيسبوك إذا واحد يكتب فتشيء يهدد الأمن القومي لدولة رأسا يدخلون يدخلون يشيلوه. إذا تنزل لك فيلم يهدد الأمن القومي على اليوتيوب رأسا يجون يقطعوه. اليوم هذه حرية المعتقد، حرية الفكر، هي حرية موجودة. إذا تجي إلى لوائح حقوق الإنسان المعترف بها عالميا اللي هي لوائح الإعلان أو اللوائح العالمية لحقوق الإنسان، صادقة عليها أغلب دول العالم سنة 48، تشوف أول بند يقول لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. أول بندين، الأول حق الحياة، الثاني الحرية. زين أنتوا تقولون حرية، إذن لماذا تقفون أمام حرية الإنسان إذا أراد أن يتحدث وأن يجر المجتمع ويهدد الأمن القومي؟ يقولون لا، هذا خط أحمر. إذن ليش أنتوا عندكم خطوط حمراء وما تتوقعون أن الإسلام عنده خطوط حمراء؟ ليش أنت تقبل أن تخلي لنفسك خطوط حمراء وعندما تأتي إلى الإسلام تشكل عليه أنه لماذا يضع خطوطا حمراء؟ ليش أنت تمنع الكتابات في الإنترنت وتعيب على الإسلام أن يمنع كتب الضلال؟ كتب الضلال أيها الأعزاء هي للوقاية، مو الأطباء يقولون الوقاية خير من العلاج. واحد يطلع بالشارع لابس فانيلة بهذا البرد اليوم يقولوا ليش قاعد تسوي؟ يقول والله أنا من أرجع أتمرض أبلع مثلا فنادول، يضحكون عليه العقلاء. يقولوا له الوقاية خير من العلاج، لازم أنت تلبس ملابس تنسجم مع البيئة مع الجو، يجب أن تقي نفسك من البرد. الإسلام كذلك يقول الإنسان اللي ما عنده عمق ما عنده فكر، هذا الإنسان ما يمكن له، لا يصح له أن يطلع على أفكار تزعزع عقيدته. أنا لازم أقيه من الأمراض الفكرية، أكو مرض فكري وأكو مرض جسدي. الإسلام يقول أنا أريد أقيه من الأمراض الفكرية. الوقاية خير من العلاج. المجتمعات الغربية هي أيضا تدعو إلى الوقاية من الأفكار التي تهدد أمنها القومي، ونحن في الإسلام كذلك نضع قوانينا ونقي مجتمعاتنا وقاية مما يهدد أمننا الاجتماعي. إذن هذا شيء طبيعي. بعدين أنت تيجي تلاحظ اليوم كثير من المفكرين الغربيين هم محتارين في هذا الانفتاح الفكري الكبير. هذه حرية الفرد جرتهم إلى ويلات. هم غضوا النظر عن الأمن الاجتماعي، غضوا النظر عن الأسرة، اعتبروا الأسرة شيء ثانوي، وإن شاء الله باكر نحكي بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع، وأعطوا مجال كبير للحرية الفردية.
وجدوا كثير من المشاكل. أكو دكتور بروفيسور معروف سويسري اسمه جون بيجان أتوقع، هذا أمه فرنسية، فيلسوف كبير عالم مهم توفى قبل 30 سنة تقريبا. هذا عنده نظرية مهمة في التربية، لكن من جملة ما يقول لما يتحدث عن الحرية وعن رأي الغربيين اليوم، يقول هاي الحرية اللي فتحنا أبوابها إحنا وفتحناها على مصراعيها، يقول خلقت في المجتمع روح العبثية. يقول اليوم المجتمع بعد ما عنده أهداف حقيقية، المجتمع تناسى أهدافه الحقيقية، أصبح مجتمع عبثي. الشاب في هذا المجتمع ما عنده هدف، يسعى وراءه، تشوفه يقوم يحرق بالسيارات، يحرق بالمحلات، يشكل عصابات. هذه العبثية وقفت عائقا أمام تطور الحضارة. نحن نحتاج أن نحد من هذه الحرية حتى نسيطر على مجتمعاتنا. هم قاعد يعانون من هذه العبثية. الشاب في هذه المجتمعات تشوف بعض الأحيان هذه الحرية تخلق لحالة من العبثية. شنو اللي يلزم هذه الحرية؟ اللي يلزمها القانون، فقط القانون. ولذلك إذا غاب القانون ساعة يتحول المجتمع إلى مجتمع غابة. أنا أذكر قبل كم سنة انقطع الكهرباء في إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، أذكر أنه ساعة ساعتين انقطع الكهرباء، عشرات بل مئات إذا ما أقول لك ألوف المحلات سرقت في ذاك اليوم. الاعتداء، الجريمة، بس مجرد الكهرباء انطفى. ليش هذه الظاهرة؟ سببها شنو؟ سببها أن المجتمع يعيش هذه الحالة من العبثية، ما عنده شيء يمسكه. بينما نحن نلاحظ في مجتمعاتنا ينقطع الكهرباء، اليوم بالعراق مو ينقطع الكهرباء، أكثر من هذا، سنة 2003 عند سقوط النظام البائد، أول ما سقط النظام 3 أسابيع ما كان أكو لا شرطة ولا جيش ولا أحد، ما سجلت هناك سرقات للمحلات. صحيح أكو البعض اقتحم دوائر الدولة، هذا غضب على الدولة وباقوا بعض الممتلكات، ولكن ما شفنا أكو هجوم اكتساح لمحلات ومحال تجارية وأسواق سرقت. إذن أعزائي الإسلام أيها المؤمنون، الإخوان الطوني ورقة يقولون سووا قيام، بارك الله بكم، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، قدموا. مو هواية بحيث تصير مزعجة يعني. ثانيا غفر الله لكم. الثالثة بأعلى أصواتكم. إذن الإسلام أيها الأعزاء يتحدث بكل وضوح عن هذا البعد، بعد الحرية. فهذا العالم الغربي يقول إحنا اليوم مجتمعنا يعيش مجتمع العبثية لأنه ابتعد عن أهدافه، انطيناه حرية زايدة، ابتعد عن الأهداف. الجانب الثاني يقول هذه العبثية خلقت في المجتمع حالة الحرية، خلقت في المجتمع نعم رغبة في الانتحار، لأنه عنده حرية وعنده حالة من العبثية يعيش للدنيا. الدنيا بها إخفاقات كبيرة، الدنيا بها إخفاقات في الدراسة، إخفاقات في العمل، إخفاقات في الجوانب الاجتماعية، إخفاق في المؤسسة الأسرية، إخفاقات متنوعة. هذه الإخفاقات جرت الويلات على مجتمعاتهم، نسب الانتحار نسب عالية جدا.
المجتمعات اللي ما عندها إيمان بالآخرة. أنت ادخل على منظمة الصحة العالمية تشوف أن أول 10 دول بالعالم 9 من هذه 10 هي دول لا تؤمن بالله عز وجل، دول شيوعية. روسيا تحت المرتبة من المراتب 10، ليتوانيا وإستونيا وهاي الدول اللي هي الاتحاد السوفيتي سابقا، تروح إلى كوريا والصين وهاي الدول اللي أيضا ما تؤمن بالله عز وجل. نسب الانتحار هي الأولى عالميا. تجي إلى 20 الثانية تشوف دول مثل السويد والدنمارك وفنلندا اللي هي تعتبر دول منعمة، فيها كل وسائل الراحة، فيها كل الخدمات. لماذا نسب الانتحار تشكل هذا النسبة العالية 20 عالميا؟ تدري قد معدل الانتحار في هذه الدول؟ بين 120 إلى 220 شخص كل 1,000,000 إنسان، كل 1,000,000 بالسنة، مقابل أكو 120 إلى 220 يقتلون أنفسهم، ينتحرون. بينما تعال إلى أكبر دولة عربية وهي مصر مثلا، 10 كل 1,000,000، شقد نسبة مختلفة. ما هو الفارق؟ لماذا الدول الإسلامية تحتل نعم آخر القائمة عالميا؟ كثير من دول الإسلامية أصلا ما موجودة بمئة دولة، يعني من تجي توب 10 توب 20 توب 100 خلي انزل شوف تلقى دول الإسلامية ما موجودة أصلا. العراق دول مثلا كثيرة ما تلقاها أصلا موجودة نسب الانتحار. ما هو السر؟ اليوم الفلاسفة دايخين فلاسفتهم، لماذا هذه نسب الانتحار؟ هذا الفيلسوف الغربي يوعز سبب ذلك إلى العبثية في المجتمع، لأنهم أعطوا حرية زائدة. نحن نقول أن سبب هذا الانتحار مو فقط هذه الحرية، وإنما عدم الارتباط بالله. الإنسان إذا ما يصل إلى مرحلة يشعر أن الدنيا هي غايته، فإذا فقد شيء من هذه الدنيا أقدم على الانتحار. بينما الإنسان اللي يؤمن بالمعاد، يؤمن بالآخرة، يعلم أن الموت ما هو إلا انتقال من مرحلة إلى مرحلة. إذن الإسلام ما يقبل أن يفتح مجال الحرية الفردية أمام المجتمع إذا أثرت هذه الحرية على أمنه الاجتماعي. ثم الحرية المطلقة تعني العبودية المطلقة، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أمير المؤمنين: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. أنت الله عز وجل خلقك حر، أنت عبد لله عز وجل. إذا تركت عبودية الله راح تصير عبد للشهوات وعبد للذات وعبد للنفس. ومن يتخذ إلهه هواه، تقوم تعبد نفسك، تعبد شهواتك، تعبد لذاتك. لا يوجد إنسان على هذه الأرض ليس لديه معبود، فإما أن يعبد الله عز وجل، وإما أن يتحول أو تتحول عبادته لعبادة نفسه وعبادة ذاته وعبادة شهوته. إذا عبد شهوته أصبح أرذل من البهائم، مثل ما يقول أمير المؤمنين. يقول: إن الله خلق الملائكة وركب فيها عقلا دون شهوة، وخلق البهائم وركب فيها شهوة دون عقل، وخلق الإنسان وركب فيه عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته صار أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله أصبح أرذل أو صار أرذل من البهائم. الإنسان إذا عبد شهواته يصير أرذل من البهائم. البهيمة ما عندها عقل تركض وراء شهواتها. الإنسان اللي عنده عقل يترك عقله جانبا ويركض وراء الشهوات، ينساق وراء الشهوات ويعبد هذه الشهوة التي لا تنفعه ولا تضره.
اشقد من هذه الشهوات ذلت الإنسان وآلمت الإنسان وخذلت الإنسان. شوف واحد يعبد المال معبود الأموال، اشقد ما يجمع أموال يريد يجمع بعد أموال، يجي يوم هاي الأموال تخذله ما توقف له. تاجر معروف في بغداد، هذا من حرصه على الأموال مجمع فلوسه كلها، حطها بغرفة وفت قاصة كبيرة صرف عليها فلوس، قاصة كبيرة لمساحة غرفة كاملة ومخلفة كود وقفل بحيث ما حد يقدر يدخل. ولحرصه الشديد على الأموال ما منطي هذا الرقم لأي واحد من أولاده أو أهل بيته. يوم من الأيام يدخل إلى هاي الغرفة يحسب الفلوس، عادة أن يحسبها، يدخل بالغلط تنسد هاي القاصة، يبقى هذا بهاي الغرفة المظلمة هو وأمواله. شنو نفعة الأموال؟ يجون أولاده يردون يفتحون الباب ما عندهم الكود. خذلته هذه الأموال 3 أيام 4 أيام، لما جابوا خبير فتحوا القاصة وإذا به محتضن الأموال وفاقد حياته. الأموال تخذل الإنسان، أخلي معبودي غير الله عز وجل أذل؟ الإنسان يصير عبد لهذه الدنيا يذل. يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. تمسك بالدين هو المنجي، الارتباط بالله هو المنجي، أن أكون عبدا حقيقيا لله هو ما ينجيني. أما أن أتحول إلى عبد للشهوات وعبد للمادة، المادة التي تخذل الإنسان في كل وقت، هذا التحول عند الإنسان، هذا الارتباط بالله، هذا الشعور بالارتباط هو الذي ينجي الإنسان. وإلا تلاحظ هذا التأريخ، يوقف واحد يقبل ويقدم على جريمة نكراء سجلها التأريخ إلى اليوم، أشنع ما يمكن أن يفعل، يجي يقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ من أجل دنيا. ينطوحكم الري: املأ ركابي فضة أو ذهبا، لقد قتلت السيدة المحجبة. شمر ابن الجوشر على موتشن فلس وما تهنوا بها، في حين في الجبهة الأخرى الجهة المقابلة تشوف شنو كان حال أصحاب الحسين، ارتباطهم بالحسين، عقيدتهم بالحسين، عابس هذا الولاء والحب للحسين عليه السلام، خرج يهرول، نزع درعة ونزع طاسة وكذا وتوجه بقميص وإزار يقاتل القوم. قالوا: يا عابس هل جننت؟ قال: إي والله حب الحسين أجنني. الله أكبر، شنو من مواقف مخلدة. هذول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بالرواية أن من قضى نحبه هم أصحاب الحسين في كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم. الإنسان عنده طموح، عنده آمال، ولكن من الصعوبة أن يترك آماله وطموحاته وأحلامه ويجي يقدم على الموت. شاب صغير القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: لم يبلغ الحلم، يعني عمره 12 13 14 سنة، اجى الى الحسين، سمع الحسين ينادي: الا هل من ناصر ينصرنا، الا هل من ذاب يذب عنا. تأذى القاسم، عنده وصية القاسم من ابوه الحسن، قال له: هاي الوصية أبويا إذا أجت فد وقت وحسيت أنت نفسك بحالة صعوبة افتح هذه الوصية.
لما سمع الحسين يصيح على هل من ناصر اجى الى الوصية فتحها واذا به يقرأ يقول هذه وصية الحسن الى ولده القاسم بني قاسم اذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا في عرصات كربلاء فلا تقصر في نصرته. جاب هذا الكتاب ويركض للحسين قال أبا عبد الله عندي وصية من أبوي قال لي إذا شفت الحسين بهالشكل يوم لا تقصر في نصرته. عم أبا عبد الله وهذه صراخات الأطفال العطش العطش قطعت أحشاء قلبي. عم أبا عبد الله ائذن لي بالقتال بين يديك. يقولون نظر إليه الحسين فبكى قال بني قاسم أنت صغير أنا ما أقدر أنت وديعة أخي الحسن. قال له القاسم صلوات الله وسلامه عليه عم أبا عبد الله بالله عليك ائذن لي. الله يقول قال له الحسين عليه السلام بني قاسم اذهب وودع عماتك وأخواتك. ما قال له أدلك ها قال له روح ودع النسوان ودع عماتك ودع أخواتك. والله لزمة ترجع بسكينة وعمت بنحر جمة. الله أريد أقرأ لك بطور تقرأ وياي هات إنه وياي كلك كلنا لازم نشارك هذه الليلة بالعزاء. لزمة ترجع بسكينة وعمت بنحر جمة صيح صيح ومن الخيم مذولة طلعت تنادي أم يا بني يا جاسم هالوكيد حالك العمك ضم لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح والجنة يا والدة ادعي لي رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي أنا عمي وحيد بكربلاء. الله عمي وحيد بكربلاء المن أضم الحالي انتي وعمتي زينب وقت الأغير نخوني. بعد عنده وصية لأمه ها يقلها أوصيك يمه وصية سمعي اللفظ جوابي شبال لو شفتيهم بالله تذكر شباب. الله شبال لو شفتيهم بالله تذكر شبابي عطشان انا يا والده وقت الشرب ذكري. ودع القاسم صلوات الله وسلامه عليه عماته وأخواته وتوجه إلى القوم وهو يصيح إن تنكروني أنا فأنا نجل الحسن صبط النبي المرتضى المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزين. يقول حميد بن مسلم يقول بين أنا كذلك وإذا بشاب كأنه فلقة قمر طالع توجه نحونا وعليه إزار وقميص وفي رجله شسع ناعم يقاتل قتال الأبطال. يصور لك هذا الصورة ها يقول وإذا بهذا اللعين الأسدي إلى جنبي قال والله لأذكلن به عمه الحسين. قلت له يا هذا ويحك
أما يكفيك هؤلاء الذين داروا حوله؟ والله لو ضربني بسيفه ما مددت يدي إليه، وإذا به يصيح والله لأفعلان يا الله يا رسول الله. وبينما القاسم يقاتل قتال الأبطال إذ انقطع شسع عليه، جلس يشده ولم يكترث للرجال ولم يكترث للخيول. وبينا هو كذلك وإذا بهذا الخبيث من خلفه شاهرا سيفا، ضرب القاسم على رأسه. أي رحم الله من نادى وقاسم. لا أعلى أعلى، أريد نعز الحسين. ها، أي رحم الله من نادى وقاسم، وكأني بالقاسم لما سقط على الأرض صاح عم يا أبا عبد الله أدركني، آي 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 قل يا جاسم شبيدي، والله يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي، والله وريدي يا ابن نيتكم تخلوني وحدي، يا وعلى خيمي يا عم القايا، يا متي افتا يا ير. الله أكبر. جاء إليه الحسين قتل قاتله ثم رأى القاسم بتلك الحال، قال له بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك. رمى بنفسه على القاسم. يقولون أرباب المقاتل، يقولون الحسين لما حمل القاسم وضع صدره على صدر القاسم ومشى، يقولون لكن كانت رجلا القاسم تخطاني في الأرض. ترى القاسم مو أطول من الحسين، ها القاسم لم يبلغ الحلم. ليش؟ يقولون لأن الحسين عليه السلام كان محني الظهر. أيوة عسينا، والله جاب ومد يده ما بين اخوه. لا مو مقبول، اريدك تقرا وياي ها ابياتك هاي. جاب ومد يده ما بين اخوه قعد عندهم يا ولي وهم بس ما سمعني النسوان صوت طلعت عميته يا زينب، صاحت عميته الله أكبر. اجت زينب، اجت زينب شافت علي الأكبر ممدد، القاسم إلى جنبه، الحسين قد جلس بينهما يبكي. الله أكبر. زينب قامت تنعى، اليوم احنا ننعى مع زينب. والله يا شبان بالله لا تونو، صيح آه آه والله بونينكم قلبي تقطعوا. والله شبان مثل الورد يزهون، والله يزهون حسافة على الغبرة ينامون، يا بحساف على الغبرين ناموا. آه 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 يا
خرجت أمه رملة أم وشافت ابنها مذبوح. الله لا يفجعك بولد. الله إجت شافت ابنها مذبوح قعدت عنده تقول له يا ابني يا ابني يا ابني تشيل أنا ردتك نعشي على متونك تشيل والله تشيل يا وتراب اللي حد بيدك تهيل. هذا أمل الأم بابنها يا ابني يا ابني يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا السلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوه. الله الله يا شلون انساك وانسى ايامك الحلوه. يا ابني ايش هالبلوى الما سدت مثلها ما سدت بلوى. يا ايش هالبلوى مثلها ما هاي يا سدت بلوى. يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إخواني الأعزاء سلوا حوائجكم وأنتم بعبراتكم. بصوت واحد نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله نقسم عليك بحرمة الحسين عندك يا الله إلا ما جعلتنا من خدمة الحسين في الدنيا والآخرة يا الله وأننا لشفاعة الحسين يوم الورود يا الله. اللهم شافي مرضى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها سيما الحاضرين والمنظورين منهم يا الله. إخواني الحاضرين اللهم اقض حوائجهم فردا فردا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا أحسن عواقبنا يا الله. اللهم عجل بظهور ولي أمرنا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا الله. الإخوة المؤسسون لهذا المأتم المبارك وكل من ساهم فيها اللهم تقبل أعمالهم احفظهم في من يلوذ بهم وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين سيما إلى أرواح علمائنا الماضين وخدمة الحسين رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.